بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب الخير جميعا. الإيفنت اللي جاي بيكون onselect. onselect ده أنا إحنا استخدمه بشكل يعني وظيفي شوية، هو إن input to test select، وعندنا input وحاطين فيه value افتراضية يعني عشان تظهر افتراضي بشكل افتراضي، فيه مكتبين كلمة فيها hello، ومشغلين الايفنت اون سيلكت مع الفانكشن ماي فانكشن. هنخلي ايه بقى لما اليوزر كده، معنى ان لما اليوزر يعمل سيلكشن للنص اللي هو هيظهر هلو ده افتراضي، اللي يحصل خلي لي في نص معين يظهر فين في الاي دي هيدنج، ده اللي انا هعمله بس. فالفانكشن بتاعي اروح نادي عليها واقول دوكيومنت دوت جيت ايليمنت باي اي دي، الاي دي اللي اسمه هيدنج ماله، هقول دوت عايز اظهر عليه، فهمتني انت كده؟ انر اتش تي ام ال، انر اتش تي ام ال ايكوال تو، واكتب فيها مثلا اي شيء، مثلا سم تكست سيلكتد، ده النص اللي هيظهر في حالة ايه؟ ده النص اللي هيظهر فين؟ على ال H1، تمام كده؟ الفانكشن ديت مسؤولة عن انها تظهر نص على الايه؟ على H1. الفانكشن دي بتشتغل امتى؟ لما يحصل سيلكشن لمين؟ لما يحصل سيلكشن للأوبجكت اللي اسمه input، ده الانبوت ده، تمام؟ نشوف كده لما ريفرش ادي الافتراضي، لو ما سيلكشن بقى ايه اللي هيحصل؟ هيقول ايه؟ سم تكست سيلكتد مكان الاتش 1 بتاع اللي انا ايه كنت عامله في البلوك في الاوفر بلوك. ده الفكره، ربكم بحث في توضيح الايفنت ده، ربكم فكر في توضيح الايفنت ده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.